تجارة القوافل في رحلتين الشتاء والصيف. تعتبر هذه الطبعة طبعة ثالثة في جمع الباحثين الذين يغوصون في التراث الشعبي المادي واللامادي لمنطقة الجلفة وما جاورها، وكللت هذه الطبعة كما الطبعة الفائتة بكتاب مؤلف من جزئين يوثق لهذا التراث الشعبي ويجمع كل ما كان شفويا بين الساكنة وبين الباحث. هي ندوة كانت مثمرة جدا، إذ أنها تتربع على 55 محاضرة بمجموع 49 محاضرا، وقد أثمرت أيضا عن كتاب جماعي في حوالي 800 صفحة. ملتقى اليوم أو ندوة اليوم الرحلة والرحال المرحول، وعمل لتوثيق هذا التراث الذي يكاد أن يندثر، وهو عمل قد لا تجده في الكثير من المناطق من البلاد الجزائرية، ولكن أخذت منطقة الجلفة على عاتقها هذا العمل الذي يؤرخ ويدون ويوثق هذا التراث.